تهانينا، دعونا نستعرض الاستخدام السليم لسيرينا وطريقة الاهتمام بها. محتويات العلبة تتضمن نظام سيرينا، حوض المياه، العربة، عصا محنية واحدة، عصا وصلة غير كهربائية واحدة، خرطوم الشفط الرطب، فرشاة الأرضيات، أداة تنظيف الثغرات، فرشاة إزالة الغبار، أداة تنظيم المفروشات، أداة النفخ، فرشاة تنظيم الفرازة مع مفك. علبة الشفاطة الكهربائية تتضمن الشفاطة الكهربائية، عصا وصلة كهربائية، الخرطوم الكهربائي. كيفية استعمال سيرينا: ابدأوا بملء الحوض، صبوا المياه فقط حتى خط الحد الأدنى للتعبئة. ثم أضيفوا المعطرات أو مزيل الروائح حسب الاختيار، وتذكروا أن آخر ما يدخل هو آخر ما يخرج. الآن ضعوا سيرينا على الحوض، اربطوا القطعتين بالمشبكين كما هو مبين، وأنتم جاهزون للانطلاق. لربط النظام بالعلبة يجب أن توائموا الفتحة الموجودة على العربة مع الفرزة الموجودة في سيرينا. ببساطة أدخلوا سيرينا حتى تسمعوا صوت طقة، والآن بات النظام مثبتا في مكانه ويمكن فكه بالضغط على دواسة القدم في الخلف. تعمل سيرينا بسرعتين: سرعة عالية لأقصى تنظيف، ووضعية هادئة لتنظيف الهواء. جمع الشفاطة الكهربائية: ابدأوا بربط عصا الوصلة الكهربائية بالشفاطة الكهربائية. ستسمعون صوت طقة عندما تدخل في موضعها السليم. بعدها ثبتوا العصا بشكل مستقيم، ثم ادخلوا السلك الكهربائي كما هو مبين. تأكدوا من ترك الطول الإضافي للسلك الكهربائي إلى أعلى بحيث يمكنكم تطويل العصا. هناك زر على الخرطوم الكهربائي، عند إدخال الخرطوم بشكل صحيح سيتم تثبيت المقبض على العصا. الآن قوموا بتوصيل السلك الكهربائي في المقبض. يتم تشغيل الشفاطة الكهربائية بواسطة زناد لسهولة الاستعمال. لربط الشفاطة الكهربائية افتحوا غطاء تخفيض الضجيج، لاحظوا الباب المنزلق، يجب إدخال الأسنان من خلال رفع الباب المنزلق. الآن يمكنكم ضبط ارتفاع المقبض بالإضافة إلى مفتاح ارتفاع السجاد حسب الحاجة. الشفط الرطب: لا تستخدم الخرطوم الرطب إلا للشفط الرطب فقط. ابدأوا بحوض فارغ، ثبتوا الخرطوم، ثم العصا المحنية. الآن قوموا بموائمة الزر والثلم، وادخلوا أداة المفروشات. انزعوا الفراش لزيادة الفعالية. أدوات سيرينا: يمكن ربط جميع الأدوات بجميع العصي. ببساطة ادخلوا الأداة ثم أديروها لتثبيتها. انزعوها بالضغط على الزر. يمكن استعمال جميع الأدوات بالطريقة نفسها. للوصول إلى أماكن أبعد اربطوا عصا التطويل التي يمكن ضبطها حسب الحاجة. جميع الأدوات تتناسب أيضا مع عصا التطويل. الوصول إلى أبعد: لتصلوا إلى أماكن أبعد يمكنكم جمع عصي التطويل.
ما عليكم إلا تثبيتها معا وتطويلها حسب الحاجة. والآن لديكم طول يزيد على 12 قدما. تخزين الأدوات: يمكن تخزين جميع الأدوات براحة على العربة للوصول إليها بسهولة. الآن صارت جميع الأدوات بمتناولكم. أداة النفخ: لاستخدام هذه الأداة ابدأوا بخرطوم الشفط الرطب. انزعوا غطاء الفلتر هيبا، ثبتوا الخرطوم في العادم، ضعوا أداة النفخ على العصا المحنية وصرتم جاهزين للنفخ. صيانة الحوض: يجب تنظيف الحوض بعد كل استعمال. أفرغ الحوض واستخدم سائل تنظيف معتدل وقطعة قماش ناعمة أو منشفة ورقية. ببساطة امسحوه وشطفوه. لا تخزن سيرينا على الحوض أبدا عندما لا تكون قيد الاستعمال. صيانة النظام: ننصح بقوة بمسح جميع الأسطح بانتظام. انزعوا مفك الفرازة المدمجة كما هو مبين. فكوا العزقة وانزعوا الفرازة. نظفوا الفرازة بالفرشاة الموجودة مع النظام. لتثبيتها مجددا قوموا بموائمة فتحة الفرازة مع فرزة المسمار. وضعوا العزقة ولا تشدوها أكثر من اللازم. وأعيد المفك إلى مكانه. تجفيف الخرطوم الرطب: ثبتوا الخرطوم بفتحة المأخذ. انزعوا غطاء فلتر هيبا. ادخلوا العصا وشغلوا سيرينا الوقت اللازم لذلك. صيانة فلتر هيبا: لغسل فلتر هيبا ابدأوا بنزع غطاء الفلتر ثم انزعوا براغي التثبيت واستخدموا مفك براغي فيليبس لإتمام المهمة. عندما تنزعونه اغسلوه بحسب الارشادات الموجودة في دليل المالك واتركوه 24 ساعة لينشف. يجب استبدال فلتر هيبا كل 12 الى 24 شهرا او حسب ما تقتضي الحاجة. تخزين السلك: بات تخزين السلك سهلا من خلال لفه كما هو مبين. ويمكن شبك الفيش على السلك. صيانة الشفاطة الكهربائية: لإزالة البقايا أو استخدام الحزام اضغطوا ببساطة على العروتين وانزعوا اللوحة السفلية. وانزعوا القضيب الدوار كما هو مبين. أزيلوا البقايا الموجودة على القضيب. هناك حزام إضافي متوفر مع سيرينا وهو مخزن حيث هو مبين. إعادة تجميع الشفاطة الكهربائية: أدخلوا القضيب الدوار حسب الوجهة المبينة. ارفعوا الحزام. ضع
ضعوا القضيب وأدخلوه في مكانه. سيدور القضيب بسهولة عندما يوضع بشكل صحيح. أعيد تثبيت اللوحة السفلية. هنيئا لاقتنائكم سيرينا الجديدة. فبالأمان والراحة.